أحب الوصل لعيونكم، أنا يا شوق مجنونكم، عساكم بخير وشلونكم؟ مشاهدينا أنتوا الجمال وتاجة، وأنتوا القمر وسراجة. وبما أننا نتكلم عن القمر والسهر، أتمنى أن سهرتكم تكون ويانا اليوم على قناة سمد بي وبرنامج حراير غير. ويانا اليوم مجموعات من العبايات الإماراتية وبأنامل إماراتية للمصممة مريم المدفعي، وأيضاً لكل فتاة مقبلة على الزواج بنتكلم عن تفاصيل اختيار الكوشة، بالإضافة إلى فقرة الميك أب. فاصل ونرد لكم. في حراير مريم المدفعي من دار 1001 اللي بتقدم مجموعة من العبايات التقليدية بلمسات عصرية. سيجنتشر اسم معروف باقتناء لأهم القطع الثمينة والنادرة من أرقى دور المجوهرات في العالم، ومؤخراً انضم لمجوهرات سيجنتشر 10 أسماء جديدة من فرنسا وبريطانيا وتركيا. ومن خلال معرض فخم أقيم مؤخراً للإعلان عن هذا الحدث ووسط حشد كبير من الشخصيات المعروفة والإعلاميين، كان لنا دور في تغطية أحداث هذا المعرض. الأحجار الكريمة النادرة من لندن، والقطع المخصوصة من نيويورك، والتصاميم الخلابة من باريس اجتمعت في معرض مميز لعشاق الأناقة والجمال للمجوهرات العالمية سيجنتشر. مجموعة تم اختيارها بعناية من أجمل وأفخم القطع والتصاميم لأشهر المصممين في عالم المجوهرات، حيث استطاع المصممون ودور العرض العالمية تقديم أنفسهم لمحبي المجوهرات المميزة في الإمارات، والذين لم يسبقوا لبعضهم عرض مجموعاتهم أو طرحها رسمياً في الشرق الأوسط. قدم المعرض باقة متنوعة من المجوهرات والتصاميم التي تناسب مختلف الأذواق، كما تنوعت المواد الخام المستخدمة بين الفضة والذهب الأصفر والذهب الأبيض، وتم استخدام الألماس الخام بألوانه المتعددة والعقيق لتزيين المجوهرات وإعطائها البصمة الخاصة بمجوهرات سيجنتشر التي تمتاز بالفخامة. عبايات فخمة للسيدة الأنيقة من 1001 للعباية بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا أن نقدم لكم لأول مرة المصممة الإماراتية مريم المدفعي من دار 1001 للعبايات. يا مرحبا بك عزيزتي، ضيفة عزيزة علينا في برنامج حراير. شكرا، تسلمين. نعم، شو اللي ممكن تقولينا عن دار 1001 للعباية، سواء من حيث الاسم أو تأسيس الشركة أو حتى شركتك في المحل؟ شركتنا 1001، الاسم بدينا من 4 سنوات، أنا وشريكتي صفا العور، واسمنا يستوحى من قصة ألف ليلة وليلة 1001 Nights، بس فضلنا أن نختصر الاسم عشان يكون أسهل على الزباين، فاخترنا الاسم الحديث 1001. فمن هالقصة اقتبسنا الاسم. نعم. تصاميمنا تعتمد وايد على المزج بين القديم والحديث. نحاول نختار الأزياء التقليدية بس نحدثها عشان تواكب العصر. حلو. من هذا المنطلق ابتديتوا ب 1001، صار لكم بس 4 سنوات في السوق. زين، من خلال هاي ال4 سنوات شو اللي تعلمتوه، شو اللي واجهتوه، شو اللي فعلا حسيتي انه خلاكم ترتقون وتستمرون في السوق؟
وايد من عباياتنا تعتمد على القطع الفريدة والقطع المحدودة، فالزباين دائما يطلب يبغون يكونوا متميزين. كل زبونة تبغى متميزة، هذا شيء أكيد. فأكثر سبب يخلي زبايننا دائما يرجعوننا السبب أن القطعة دائما فريدة من نوعها، دائما مميزة، ما نكرر. في بعض القطع ما تتكرر أبدا، موادها حتى تكون من خارج الإمارات ومش موجودة في السوق المحلي، فتكون قطعة واحدة تلبسها تكون مميزة. نعم، وهي أول قطعة ويانا من مجموعتكم الجديدة. طبعا نحب ننوه للسادة المشاهدين أن هاي مجموعتكم الجديدة من دار 1001. شو اللي يميز هاي القطعة؟ شو الخامة؟ شو التطريز؟ شوفي، هاي من خامتها الجرسيه الاسترتش. القطعة وايد دارج، وايد دارج، موضة الحين، وايد يعطي منظر حلو وحتى حق القصات، وايد يرتب الجسم بشكل غير طبيعي. صح. تعتمد على المزج بين القديم والحديث، فعاطي اللوك مال ألف ليلة وليلة في نفس الوقت الحديث من الطرف الثاني. مريم، من شو مصنوع هذا الحزام؟ هذا الحزام طبعا كله يعتمد على شغل اليد، كله بالخرز. كل حزام له رسمة معينة، ممكن هاي الرسمة اليوم حق هالزبونة، بكرة خلاص الزبونة اللي بعدها لها رسمة خاصة. طبعا الألوان حسب رغبة الزبونة، اللي تحب الألوان البارزة، في ناس تحب الألوان الهادية. ممكن تنفذون هذا الحزام على أي لون، على أي لون، حتى لو كان أسود مثلا، وحتى على أي شكل. يعني ممكن ما يكون الخرز بس، ممكن يكون تطريز، ممكن يكون حزام كريستال. ساعدون الزبونة في اختيار مثلا الأحزمة؟ أكيد أكيد. والشغل والشيء، حتى عرض الحزام، يعني في بعض الزباين يناسبها الحزام العريض، مش ضروري يكون بهذا القياس. نعم. والقبعة طبعا يمكن بس مستوحاة من قصة ألف ليلة وليلة لغرض العرض. طبعا لغرض، لغرض العرض. شهرزاد، شهرزاد. نعم، ولكن فعلا مريم يت مكملة لللبسة. لللبسة. نعم. وبالنسبة للأكمام، أشوف أن الكم اليمين يختلف عن الكم. هني المزج بين القديم والحديث. طبعا هني تبين توافق الأذواق بيني وبين شريكتي. هي تحب الحديث وأنا أحب القديم، فنمزج أذواقنا في قطعة واحدة فتطلع ستايل مكتمل. صراحة ما يصير في كلاش أو مثلا تضارب في الآراء؟ في مرات تضارب في الآراء، بس دائما في حل يعطي القطعة في النهاية تكون القطعة يعني مميزة. لازم نتوصل للحل أن القطعة تكون مميزة. نعم، وهي ثاني قطعة ويانا اليوم مريم، وهي فعلا قطعة بسيطة ولكنها أنيقة بنفس الوقت. هاي القطعة حق كولكشن الشتاء. إذا لاحظتي أن اللون شوية هادي، لون مش وايد الذهبي، يعني بس مش الصارخ، مش الصارخ، الهادي. نعم. فيعطيك إيحاء الشتاء. فشوفي، هي ممكن تنلبس هاي في عزايم، ممكن تنلبس كلبس يومي. القماش هذا مش صوف، لكن يعطي لوكس الشتاء، لميه. فاللمعة حلوة، تعطي منظر حلو حق اللي لابستنا، وحق الزباين الزبونة الجريئة. يعني مش كل زبونة ممكن تلبس هذا الستايل. فنحن نحاول نرضي كل الأذواق، نحاول نرضي كل الزباين. وهاي القصة جميلة أيضا بأنها وسيعة مريحة، حيث أن سيدة ممكن ترتدي أي شيء تحت هاي العباءة. هي شكل القصة، تعرفين هي شكل القصة أنها وايد سهلة، بس هي موازنة القمشة مش سهلة ترى، وموازنة الخط بينهم وكيف مزج القماشين مع بعض. فها في نوع من ومريم هذا اللي يميز المصممة الناجحة، الفينيشينج أو الرتوشات الأخيرة أو التصطيبات الأخيرة، هي اللي فعلا تبرز القطعة عن غيرها. لأن باستثناء يعني الموجود في السوق، ممكن أن الفينيشينج أو التصطيبات الأخيرة ما تكون يعني مبلين هناك مثل ما يقولون، ولكن القطعة المرتبة يبالها وقت ويبالها انتباه على كل التفاصيل. صحيح. صح. ولازم الزبونة لما تستلم القطعة تستلمها كأنها قطعة هوت كوتور، مش كأنها عباية. تعرفين العباية الحين يعني يكون لها غرضين، تكون الفستان في نفس الوقت تكون يعني الغطاء اللي هو الغطاء التقليدي. فمش بالضرورة تكون بس عباية، ممكن تكون هي لبسها لليلة أو للسهرة. نعم. فلازم تكون وايد القطعة مرتبة.
مريم للحديث بقية، ولكن مشاهدينا بنغيب عنكم لحظات بسيطة وبنرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا، ويانا مريم المدفعي من دار 1001 للعباية. عبايات مميزة وراقية تمزج ما بين القديم والحديث. برايك مريم، العباية الخليجية إلى أين ستصل؟ أنا أتوقع أن العباية بتوصل للعالمية. في وايد عروض أزياء حاليا من مصممات ممكن قامت تطلع يعني على العروض العالمية، فتشوفينها صارت أكثر من مجرد عباية، صارت فستان، صارت لبس حديث أنيق، يعطي جمال حق مثل هوت كوتور، مثل بري أبورتي في عباية. صح. وايد تحدثت العباية. نعم. خلينا نتكلم عن هاي القطعة مريم. هاي القطعة إذا لاحظتي قصة مميزة، تضيف جمال حق المرأة، تعطي طول، تعطي ضعف. فيها مزج بين قماشين اللي هو الدانتيل. الدانتيل اللي استخدمناه هني مش الدانتيل العادي الدارج، في لمعة ذهبية. نوع الدانتيل مختلف عن الأنواع الموجودة في السوق. القصة وايد هيبتني من تحت، كأنها فستان، كأنها فستان. تلبسها في العرس، الحرمة تكون مميزة. حلو. اللي لاحظته أيضاً مريم أنكم ابتعدتوا تماماً عن الكريستالات. هي. وعن الشج. صح. والشغل شوفي يعني. شوفي هالقطعة فيها شغل خفيف. هي. اللي هو التقاء القماشين بلاين خفيف من الفولك. هي. احنا دائماً نحب البساطة، نحب اللوك الأليجنت، حتى الفولك اللي ماله لمعة. ماله لمعة. نحب الهدوء في العباية. وايد نحب اللوك الهادي. ما تنزلون عند رغبة الزباين اللي معظم منهم يحبون الكريستال. الزباين وايد زباين يحبون الكريستال خاصة للمناسبات. صح. مريم صح. احنا شوفي في طبعا عندنا بعض العبايات تعتمد على الكريستال، تناسب كل الأذواق طبعا، بس طابعنا الخاص يبتعد عن الكريستال. نحب البساطة، نحب الرقي في العبايات، نعتمد على القصة أكثر من الكريستال والتركيب الهاي. يعني في النهاية مريم الزبونة اللي تقنعت ولا أنت اللي تقنعين الزبونة؟ لا، أنا أحاول أقنع الزبونة بما يرضي ذوقها. نعم. فأحاول أفهم شخصيتها لما تيني، أحاول أفهم شو ذوقها، شو الأشياء اللي تحبها، وعلى هالأساس، تمشين وياها. أمشي وياها. وأحاول أقنعها طبعاً تأخذ قطعة من عندي تكون مميزة فيها. لما تدخل الحفل أنا واثقة، أو لما تدخل عزيمة أنا واثقة أن كل حد بيسألها عنها. شو رأيك نتكلم عن هذا التصميم مريم؟ هي طبعاً هذه العبات نلبس في السهرات في الأعراس. لاحظي إحنا استخدمنا اللون الأبيض اللي هو مش لون دائماً يستخدم في العبايات. شو بالضبط هذا تطريز؟ هذا شغل يد. نعم. كله تطريز بالإيد وتركيب الفولك. في حبال بعد معاه. هاي القطعة تميز الحرمة. اللون طبعاً لون أتراكتيف وايد جذاب للعين. مش هو مصنوع من الشيفون؟ من الشيفون. تعطي لمعة خفيفة. بس ما تبتعد عن الـ يعني اللوك الراقي، اللوك الهادي. في نفس الوقت فيها وايد شغل بس بعد هادية، مش أوفر يعني. أوفر هي. حتى ممكن السيدة أنها ترتدي أي شيء تحت هاي العباء. صح. ممكن أنه يبرز الفستان من تحت حتى لو كان من أي لون. صح. هي. لأن الأبيض يناسب. صح. أي لون. نعم. ولاحظي حتى لون الشغل اللي عليه يرجع على ألوان ثانية، يعني تشوفينه يعطي على أخضر. على وردي. حلو. ممكن تغيرون في لون التطريز مثلا؟ أكيد. بناء على رغبة الزبونة مثلا نفذينا بوايد ألوان طبعا. في زباين وايد يحبون الذهبي الفضي. صح. المكس بين الذهبي والفضي وايد جميل، بس الأبيض، الصدق تحسينه لون مش يبرز عن الأسود. عن الأسود. هي. أبيض وأسود. كالعادة يعني. هو اللوجو مالنا بعد أبيض وأسود، فنحن وايد نحب. في 1001. 1001. نعم. مريم مشاركاتكم في عروض الأزياء سواء محلية أو عالمية؟ نحن نشارك
شاركنا كم من مرة في كم من عرض أزياء، بس كانوا تغطية إعلامية. بس إن شاء الله في المستقبل ناويين نشارك في عروض أزياء على المستوى مستوى دبي، مستوى الإمارات. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. مريم المدفعي ودار 1001 للعباية، شكراً. نتمنى نشوف يديدكم دوم على حراير. الله يسلمك. وأستاذ المشاهدين أيضاً على موعد مع باقي تصاميم 1001 للعباية. قلبك الراحة شايل في خاطرك ولا البال متهني؟ مجروح ولا شفا قلبك من جراحة؟ زعلان للحين ولا راضي عني؟ نرحب فيكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ايضا بضيفتنا شيماء شريف اللي رافقتنا عبر عده حلقات وفعلا اعطتنا افكار جميله وجديده عن الاعراس والمناسبات. حياك عزيزتي. الله يحييك. اليوم بنتكلم عن الاضاءه. الاضاءه عامل مهم جدا لاي مناسبه طبعاً. سواء عرس او خطوبه او مؤتمر او ايا كانت المناسبه طبعاً. ففي البدايه نتكلم شو الاضاءه وشو دورها. طبعاً اليوم اخترنا موضوع الإضاءة. الإضاءة عامل أساسي في أي عرس احنا نسويه، وطبعاً بعد عامل أساسي في مثل ما قلتي في المسارح، في المؤتمرات، أو إذا عندك حفلة خارجية في الليل. طبعاً عشان تعطين الجو شوية إضاءة لازم نستخدم أجهزة الإضاءة. الإضاءة طبعاً أنواع. نعم، نتكلم عن أنواع الإضاءة. خلينا نتكلم تحديداً عن الأعراس. الأعراس لها إضاءة معينة نستخدمها. طبعاً في مراحل دخلة العروس إضاءتها تكون غير، القاعة تكون غير، الكوشة تكون غير. دائماً نستخدم إضاءات معينة للعروس، خاصة أساس التصوير. أساس إن لو كانت الإضاءة زرقة ما تطلع العروس، ما تطلع العروس يعني. طبعاً لازم دائماً نسلط الإضاءة البيضاء على العروس. ففي إضاءة القاعة اللي هي الأساسية، عندك إضاءة الكوشة، وعندك إضاءة العروس. وتوجهون كل إضاءة أو كل نوع إضاءة على زاوية معينة. طبعاً إضاءة العروس، خلينا نتكلم أهم شيء إضاءة العروس، بحيث تبى تضمن إنها تطلع بأحلى صورة، خاصة طبعاً في الصور والفيديو. إضاءة العروس دائماً يكون اللي إحنا نسميه الفولو سبوت. من أول ما تدخل القاعة الإضاءة تتحرك معاها إلي ما تجلس على الكرسي وفي الكوشة، والإضاءة تتم مع العروس. مع العروس. بالنسبة للكوشة، إضاءة الكوشة هاي ترمون تحكمون في ألوانها؟ إضاءة الكوشة إحنا نحب أن تكون ألوانها هادية وتتغير كل 3 دقائق أو 5 دقائق، يعني تعطي جو حلو. تعطي جو حلو للكوشة. عادة شو الإضاءة اللي أنت تفضلينها للكوشة شيماء؟ طبعا الإضاءات اللي تعطي بس مثل ما قلت لك ألوان هادية وخفيفة. وطبعا عندك أنواع وايد في الإضاءة، اللي هو سيتي كولر، عندك الواش، عندك السبوتس، عندك الموفينج هيدز. الموفينج هيدز نستخدمها أكثر شيء
للقوبوز، أقصد بالقوبوز الأشكال اللي تتركب يعني مثل ممكن نجوم أو هلال أو دانتيلات أو هلال على القاعة. أنت تختارين يعني النقشة أو الشكل اللي تبينه أنه يكون موجود خلال. طبعا إحنا اختيارنا للإضاءة عقب ما نخلص، بعد ما نخلص القاعة يعني أجلس مع مهندس الإضاءة ونقدر نتحكم بالإضاءات اللي نستخدمها، لأن أنت يمكن مرات حابة تستخدمين إضاءة بس ما تناسب المكان أو القاعة، لأن القاعة إضاءتها غير، الخارجي غير، في المسرح غير، المؤتمر غير، فعلى حسب. نعم، أيضا بالنسبة للإضاءة في جديد الإضاءة. طبعا الإضاءات دائما ينزلون أشياء جديدة، الفترة هاي نستخدم الإضاءات في الطاولات، نوجه مثلا إضاءات معينة على مناطق معينة في القاعة، والجديدة الحين بعد الإضاءات الجديدة بدون تمديدات كهربائية. هاي يمكن من أهم الأشياء الموجودة والدارجة الحين بالنسبة للمناسبات، صحيح شيماء؟ شفنا هذا الشيء في حلقات سابقة. اللي الطاولات. كانت حلقة الطاولات. فعلا شفت أن في مثل جهاز صغير موصول عليه كل الإضاءة المتوزعة على الطاولة. نعم، وهاي طبعا هاي البطارية تتم كم ساعة؟ مثل ما قلنا لك 6 ساعات ل 12 ساعة. معناها ما في داعي. هي تسهل الشغل، تسهل الشغل على التمديدات الكهربائية. بس لكن في أشياء ثانية يبالها تمديدات، صح شيماء؟ أكيد طبعاً. يعتمد. طبعاً. مشكورة شيماء الشريف على كل هالمعلومات القيمة وعلى وجودك اليوم ويانا في هاي الحلقة. مشكورة رهف. الله يسلمك. إلى مشاهدينا الكرام بننتقل إلى فاصل بسيط ونرجع ونكمل فقراتنا. مثل ما وعدناكم في بداية لقائنا اليوم مشاهدينا أن بتكون ويانا فقرة خاصة بالميك اب، وأكيد خبيرة التجميل الإماراتية المبدعة نداء سعيد ضيفتنا الدائمة بتقدم لنا شكل جديد من أشكال الميك اب. مرحبا بك عزيزتي. أهلا رهف، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اليوم عنوان مكياجنا هادي هادي راقي، سواء لفترة بعد الظهر أو حتى للسهرات. للسهرات يعني. نعم، شو اللي اخترتي من ألوان نداء؟ اليوم حبيت أدمج بين المكياج الهادي اللي هو الأوروبي مع المكياج الشرقي. من أي ناحية؟ من ناحية الألوان طبعاً، وخصوصاً الآي شادو والآي لاينر. الآي شادو حبيت إنه يكون هادي، برونز على خفيف شوية. والكحال حبيت انه يكون تركوازي على اساس انه يبرز العين. الاي لاينر فوق مع تركيب رموش، وتحت بعد دمجت الوان الاي شادو اللي هو التركوازي مع شويه كحال. بالنسبه للروج، الروج بطيخي هادي بعد، يعني اللون هذا مثل ما تقولين ستاندرد، يعني ستاندرد. ومثل ما قلتي نداء، حتى الحين البنات الشابات تحديدا يفضلون الميك اب الهادي حتى في الاعراس والمناسبات. اي خلاص الحين يعني شويه ابتعدوا عن الالوان الصارخه والجريئه، اتجهوا نحو الالوان الهاديه. وباعتقادك نداء، هذا الميك اب الهادي يناسب كل الوجوه؟ هي فعلا يناسب كل الوجوه، سواء يعني لو كانت الحرمة كبيرة ولا صغيرة. بالعكس هالهادي يناسب أي حد وينطلب منك من خلال عملك نداء، وخصوصا هالأيام دائما كل واحدة تقول لي خففي لي، حطي لي خفيف. نعم، وشو رأيك نتابع وياك؟ يعني تقريبا هو الميك اب جاهز بس باقي العين الثانية، باختصار شو سويتي من حيث الشادو؟ في البداية حطيت الآي شادو المائي البرونزي المائي كل العين كامل من فوق تحت الحاجب لعند الرموش علشان يثبت، صح؟ ثابت هي. وبعدين أفتح من تحت الحاجب بالآي شادو الفاتح وشيمر، بس يكون مجرد شيمر فاتح، يعطي لمعة خفيفة، يعطي لمعة ويفتح لي شوية. وعند الجفن المتحرك حطيت الآي شادو البودرة اللي هو البرونزي على أساس إنه يثبت ويعطيني لون برونزي. يعني وركبت رموش، رموش طبيعية تقريبا، هي طبيعية يعني نورمال، ما هي لا طويلة ولا هي قصيرة، يعني وسط حسب حجم عين الوحدة. نعم، إذا باقي الآيلاينر. باقي الآيلاينر، شو الآيلاينر اللي بتستخدمينه اليوم نداء؟ اليوم استخدمت آيلاينر كريمي. شو اللي ميزة؟ سهل يعني استخدامه، ممكن أي وحدة تتعلم عليه، لأنه مثل الكحال بالضبط. نعم. مو مثل اللي هو المائي شوية يكون صعب. بس هذا سهل التحكم فيه. شو رأيك نبتدي نداء؟ أوكي. نعم، إذا
بنتابع وياك ونتعلم منك الطريقة الصحيحة لوضع الآيلاينر. هذا الآي شادو المائي البرونزي بحط فوق تحت الحاجب الشمر. الشمر هنا بهذه الطريقة. نعم. اوكي فتحنا تحت ال بس بحيث انه يعطي حاجب. اضاءة تحت الحاجب. اضاءة هنا. اعتقد ان هذا وايد مهم، يعني هاي الخطوه وايد مهمه في المكياج جدا. هي توسع للعين وعلى الجفن المتحرك اللون البيج او البرونزي. البرونزي صح بهاي الطريقه على الجفن المتحرك كاملا كامل. هنا لين الزاويه لو تشوفين انه سهل جدا الميك اب هذا، يعني ما يباله حرفيه كبيره. اي سيده ممكن انها تسوي هذا الميك اب. دوم تستخدمين أصابعك للدمج الشدو. دمج وثب... هي فعلاً هي. وثبات الآي شادو. وأنا هذا أيضاً. أساس إنه ما ينزل على الجفون ولا على الوجه. أنا صراحة تعلمت منك هذا الشيء. كنت قبل ما أقدر يعني أتحكم أصابعي، ولكن يعني. أنا قريت مرة بخصوص دمج الآي شادو بالأصابع، كانوا كاتبين حتى إنه حرارة اليد ممكن تساعد في تثبيت الآي شادو. غير عن الفرشة العادية. فعلاً هي. بالنسبة للآيلاينر اختيار الفرشة تكون وايد رفيعة يمكن؟ فعلا وخصوصا بالأطراف الداخلية صح. نحاول نختار الفرشة اللي تكون رفيعة. نعم على خط الرموش وبهاي الطريقة فعلا سهل نداء هذا الكريمي الآيلاينر الكريمي بسرعة يمد. فعلا يمد وبعدين يعني ما ينزل أبدا خلاص أبداً. يثبت ثابت مكانه. تفضلينه أكثر عن المائي؟ أي أفضل بس المائي بعد له مزايا إن الوحدة لما تكون سريعة فيها صح وبروفيشنال يعني ممكن تتحكم فيه. open your eyes والزاوية بس شوية بتمدين الآيلاينر من داخل العين الزاوية الداخلية. أي بس طريقة بسيطة وطبعا ما بتوصلين الآيلاينر فوق وتحت. لا بس فوق الآيلاينر حبيت هالمرة بس يكون من فوق. نعم نمد الأطراف شوية. شوية يكون أعرض صح على هينا. الأطراف في سبب معين أنك بتمدين الآيلاينر صح؟ بتوزعينه في الآخر بندمج مع الآي شادو الغامج. شو الفرشة اللي بتستخدمينها لدمج الآيلاينر مع الشادو؟ والله عندي فرشاية هذه أنا أفضلها كثير لأنه ممكن نشوفها نداء. نعم. هذه عندي هذه مميزة يعني. نعم. رفيعة وتدمج وترسم لي أي شيء. نعم. هذه إذا ضاعت مني صراحة ما أعرف أشتغل. حطيتي شوي شادو أسود. شادو أسود مع شادو بني. على أساس إنه ما يطلع سترونج يعني. ما يطلع سترونج أي وما يطلع يعني خارج اللون اللي هو البرونزي. وبهاي الطريقة على برا. اوكي مديناها لبرا بعدين شويه نمزج لداخل الى داخل شويه بطريقه طبيعيه بس الخط الخارجي open your eyes نحاول نمد وانت في مقارنه دائمه مع العين الثانيه بحيث انه ما تطلع اكثر او تختلف وعلى داخل شويه. اذا هاي الفرشه مسطحه نوعا ما وعريضه شويه. عريضه بس الاطراف تكون ناعمه وايد هي اللي تساعدك في دمج زوايا الشادو مع الآيلاينر. وتطلعين شوية على فوق وحتى تمدين الشادو على تقريبا منتصف العين. منتصفين ما نطلع لين آخر العين. لا أساس نعطي مساحة للحاجب. خلصنا تقريبا نداء. تقريبا الحين ننزل تحت. نعم كيف بتحطين الآي شادو التركواز؟ أول شيء أحط الآي شادو الآيلاينر خط هي. رفيع جدا. وين بيكون؟ تحت الرموش بالضبط. أوكي خلنا نشوف كيف بنفس الآيلاينر الكريمي أو الجل بس هذا ما بيبين صح نداء؟ لا ما راح يبين لأنك بتغطينه بالشادو. بالشادو هذا كتحديد يعني تحديد
على اساس انك ما تطلعين عن هذا الخط. بعدين بفرشاة الايلاينر اللي هي الرفيعه. شو الماده اللي دوم تستخدمينها نداء مع الشادو؟ هذا مثبت للاي شادو، يعني خاص اي شادو مائي شادو. صح، لا هو الاي شادو، اي شادو المائي ولا الاي شادو اللي هو البودره، لانه يثبت يثبت لمكانه، يعني نقطتين بس كفايه أكثر. نشوف كيف بتمدين الاي شادو التركوازي من الزاويه الخارجيه طبعا، يعني اساسا من الاعرض وتمشين عليه الخط. حلوه الفكره نداء، انك اول شيء تحطين الايلاينر وعقب فوقه اي لون، ممكن حتى مو بشرط التركوازي، ممكن اي لون ثاني انك تحطينه بهاي الطريقه. وداخل العين نداء شو بيكون؟ داخل العين بعد قلم تركوازي، واذا طاح اي شيء بالباودر طبعا. هو المفروض نحط باودر قبل اساس انه لو طاح شيء ما يمسك على بهذه الطريقة. وداخل العين مثل ما قلتي اللون التركوازي في بعد شمر راح في شمر تركوازي اللي هو الأبيض، شمر تحت الآي شادو، تحت الآي شادو. تحت الآي شادو. ونفس الشمر هذا استخدمتيه تحت الحاجب صح؟ لا هذا غير؟ هذا غير. نعم. اللي تحت الحاجب شمر بس على لون البيج. أوكي. هذا؟ هذا على لون تركوازي. نعم. على اساس انه يعطي اللمعه المطلوبه تحت العين. ومكمل لهذا طبعا الشادو مثل ما قلتي نداء اللي هو تحال تركوازي. عندنا تحال تركوازي داخل موجود هني. هذه داخل العين. في بعض السيدات او شفت حتى بعض خبيرات التجميل يستخدمون الولاعه شويه عشان يطرون. انت شو رايك بهاي الطريقه؟ فكره حلوه يعني بسيطه، يعني تكون يعني استخدام الولاعه بشكل بسيط جدا يعني سريع. تعقم لي تعقم الجحال او الليب لاينر او الليب لاينر. فتنصحين يعني بهاي الطريقه؟ اخر خطوه مسكرة. مسكرة تحت. طبعاً استخدمت مسكرة سودة. هي على الرموش اللي تحت. أنا لاحظت أيضاً أن استخدام المسكرة على الرموش اللي تحت تفتح العين أكثر. فعلاً. تعطيها وساعة. وشوف اللونين الأسود مع التركوازي. اختيار موفق نداء. برز لي. الجحال التركوازي. صح. فعلا. بين أوضح. في النهاية يمكن باقي الجلوس. الجلوس باقي بس. ما تخيلت الميك اب يكون سريع لهالدرجة. لأنه سهل شفت بسيط بعد. البلاشر جاهز. أيضا باللون البيتش على برونزي شوية. البلاشر هي بيتش حطيت. حلو. شوفي بشرتها شويه سمرتها لان الحين كلهم يطلبون برونزاج. اي برونز. وهذا الجلوس. الجلوس ايضا نفس درجه الالوان النداء. يكون فاتح الجلوس على اساس انه ما يغمج لل تبين انه يتم بنفس الثيم. بهذه الطريقة على الشفايف. الشفايف نعم. حلو. هذا أيضا الجلوس فيه لمعة. لمعة. فممكن أن يكمل هذا المكياج بطريقة جميلة، يعطي نعومة أيضا. شوف أنه فعلا اختلف الميك اب الحين. اختلف. صح. أحس أن الروج يشكل 80% فعلا من الميك اب. إذا كان الروج فاتح فعلا يفتح الوجه كاملا، واذا كان الروج غامج ممكن انه يغير الشكل حتى تماما. ممكن يكبر ساعات وممكن يصغر اللون يتحكم يعني. فعلا نداء تسلم ايدك. النتيجه امام الساده المشاهدين، اتمنى انهم يكونوا استفادوا من
هاي الطريقة اللي سويتيها اليوم للميك اب. وطبعا نشكر ايضا المصممة ام علي دار فيرست مود للازياء على هاي الجلابية. شكر كبير لك نداء. الله يخليك. انتظري حراير تشكيلة من الجلابيات بألوان متنوعة لجميع المناسبات من دار فيرست مود للأزياء. ويانا اليوم المصممة الإماراتية مالي من دار فيرست مود وكوليكشن مميز من الجلابيات اللي صممتها السيدة أم علي وأختها أم أمينة. ممتازة تصاميم فيرست مود بالابتكار والتجدد سواء من حيث القصات أو الخامات أو حتى طريقة التطريز. جلابيات فريدة لمناسباتكم السعيدة بتتابعونها من خلال العرض التالي. أشعر إن اليوم عيد غلاتك أشعر إني ماني لاقي لك كلام لفؤادك لو تمنى منيتة تبقى سعيد تدري تدري عيد الناس يقبل مرتين في كل عام وأنا كل ما تبتسم لي أشعر إن اليوم عيد شوفك يا ضياء احسناها بشوفك يزيد بعض الاشياء يوم تقدم ما نوليها اهتمام الا قدرك مهما يقدم يبقى في عيني جديد غلطتك اشعر اني ماني لاقي لك كلام يفواك لو تمنى منيتك تبقى سعيد شوفك وانت راضي ما تساوي شيء أكيد
وصلنا وياكم لفقرة مسابقة حراير، وسؤال مسابقتنا الدورية يقول: يختص دار الديكور في الشارجة ب الديكور الداخلي والمفروشات والستاير، مواد البناء أم ديكور الحدائق؟ ولا تنسون أن جائزة المسابقة بتكون عبارة عن غرفة نوم بقيمة 20,000 درهم تقدمة دار الديكور للمفروشات. للمشاركة في مسابقة حراير بإمكانكم إرسال حرف H أو حاء ثم مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة، ومن ثم إرسال إجاباتكم على هاي الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. أحلى مسا مغلف بورد الجوري ومعطر بدهن العود للي غلاهم عندي ما له حدود. مع السلامة، نلتقيكم الأسبوع القادم بنفس الموعد مع جديد الموضة والأزياء والجمال. مع السلامة. قلبك الراحة شايل في خاطرك ولا البال متهني؟ مجروح ولا شفا قلبك؟